في تجربة فريدة يقوم تقي الدين عبد المجيد من ولاية وهران بعملية تزاوج سمك التلابيا الحمراء بسمك البلطي الأحمر لإنتاج إصبعيات سمك البلطي الغنية بالنيتروجين والمستعمل كبديل للأسمدة من قبل الفلاحين في مختلف المنتجات الزراعية. ندو مال بلطي أحمر وثلاثة ثمل تلابيا روج أمال مع طروة ثمل نحطهم هنايا في درجة الحرارة 29 درجة. هي دير انكيباسيون في فما كي لمدة 7 أيام. هنايا ننجو ندخلو كي ديرها في فما نقلعوه وننكيبوه في ديزانكيباتور. هاوما هنا نسرع انكيبوه هنايا هنا راهي تانكيبا عاود فما. منذ أكثر من سنة يعمل هذان الشابان على مرافقة الفلاحين لاستغلال تربية المائيات في مجال الفلاحة، خاصة وأن نجاح العملية تتطلب عدة عوامل. هنا راهم إصبعيات البلطي اللي خرجناهم من الفقاصة من التفقيس ونعطوهم أكل أولي عدس الماء واللي ضافني. هذه المرحلة الأولى، ومن بعد يروحوا للمرحلة الثانية تاع التغذية، ومن بعد يروحوا للمرحلة الثالثة، ومن بعد يروحوا للتسويق. لما دابينا نحافظوا على التروة، باسكو واحد الوقت كان ديسبونيل في الجزائر، تعيط تروح الصحراء ورقلة، دوك تعيط ما تجيبهاش، هذه الروج ما كاش، دوك حنا حافظنا عليها، رانا قريب عام حافظين عليها. النيتروجين هو عضو أساسي في الزراعة، كاين الفوسفور بوتاسيوم، النيتروجين يعطيك ورقي، عاود لي تشري الآن بي كا، نيتروجين فوسفور بوتاسيوم، تولي الجزائر تجيب غير فوسفور بوتاسيوم، نيتروجين يولي عندك في المزرعة. غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لم تتوانى في مرافقة المشروع من خلال تكوين الفلاحين في المجال وكاد تحسيسهم بمدى أهميته. احنا على مستوى الغرفة في مرافقة دائمة من خلال تنظيم أيام تحسيسية لفائدة الفلاحين وإرشادهم لأهمية هذا النشاط على مستوى يعني مستثماراتهم الفلاحية لما له من فائدة في المنتوج الفلاحي، باعتبار أن التجارب تؤكد أن الإنتاج الفلاحي يزيد بنسبة 25 حتى 30%، سواء الأشجار المثمرة ولا حتى مختلف المنتوجات الفلاحية من الخضر. كذلك أن الفلاح يتخلى عن نسبة كبيرة من الأسمدة يعني الكيميائية. ويبقى الهدف الأساسي لتقي الدين وعبد المجيد نقل تجربتهم للفلاحين لتعميمها عبر ولايات الوطن قدر المستطاع.